أثابكم الله. يقول السائل: ذكرتم في الدرس السابق أن إطالة الثوب تحت الكعبين كبيرة من الكبائر، أي من كبائر الذنوب، فهل يشمل من فعله لغير الخيلاء؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، يشمل الخيلاء أشد، إذا فعله خيلاء فهذا أشد، يصير جريمتين: إسبال هذا جريمة، وخيلاء هذه جريمة ثانية. أما إذا فعله من غير خيلاء هذا جريمة واحدة وهي الإسبال. على كل حال ما يجوز إن الإنسان يترك ملابسه تنزل عن الكعبين، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. نعم. وهل يشمل ذلك البنطلون؟ نعم، يشمل جميع الملابس، السراويل والبنطال والإزار والثوب والبشت، ما تنزل عن الكعبين، الحد الفاصل هو الكعب وما فوق، وأما تحت الكعب فهذا لا يجوز، هذا هو الإسبال. ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. نعم.